مقدمة هذا الشوط أيها الإخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. المركز الأول الجازي، تعود ملكية الجازي لسال لبريك بن محمد بن بريك المري. هذه الجازي من تتقدم هذه الجموع وتسيطر على المركز الأول، ولكن هنا التغيير في هذه اللحظات من قبل وحيش، تعود ملكيتها لحمد بن علي بن سالم بن سليد على المركز الأول، غيرت احتلت المركز الأول. والمركز الثاني من الجانب الأيمن تدخلت في هذه اللحظات على المركز الثاني، هنا عادت مرة أخرى، عادت الجازي، الجازي تعود مرة أخرى لبريك بن محمد بن بريك المري. هذه الجازي عادت مرة أخرى واحتلت المركز الثاني. أما المركز الثالث فالتقدم هنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام من وحيشة، وهنا مصيحة لراشد بن علي بن سعيد بن شفيع، ولكن هذا هو الرقم 20، مصيحة لراشد بن علي بن سعيد بن شفيع الفهيدة. أما المركز الثالث، المركز الرابع، من تتقدم على المركز الرابع هناك المتحدة لمحمد بن جر الله، محمد بن جابر بن جر الله النابت المري. وعلى المركز الخامس، التقدم على المركز الخامس في هذه اللحظات من قبل هدامة، تعود ملكيتها لحسن بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى، هذه النتيجة في ندائنا الأول للمراكز الخمسة الأولى. نعود وإياكم إلى وحيشة، حمد بن علي بن سالم بن سعيد الدعية مع المركز الأول، عادت الجازي واحتلت المركز الثاني لبريك بن محمد بن بريك المري، هي من تتقدم على المركز الثاني. ولكن دخول وتسلل في هذه اللحظات، من تتسلل في هذه اللحظة؟ هنا التسلل من مصيحة لراشد بن علي بن سعيد بن شفيع الفهيدة. وعلى المركز الثالث تتقدم الجازي لبريك بن محمد بن بريك المري. وعلى المركز الرابع وصايف لزيد بن محمد بن زيد بن محمد القرح، من تحتل المركز الثالث الرابع. وعلى المركز الخامس، القدوم من المركز الخامس في هذه اللحظات من قبل جبارة لسالم بن حزام بن محمد بن راشد المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نعود إلى الصدارة، إلى مقدمة هذا الشوط، إلى قيادة هذا الانطلاق. المقدمة لا زالت هناك مع وحيشة، حمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية مع المركز الأول، مع قيادة هذا الشوط، مع الانطلاق الأول مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعم، هذه وحيشة من تسيطر سيطرة تامة وسيطرة فعالة على المركز الأول، المركز الثاني القدوم والوصول في هذه اللحظات على المركز الثاني من قبل من تحتل المركز الثاني، وصايف زيد بن محمد بن زيد بن محمد القرح من يحتل المركز الثاني. وعلى المركز الثالث قدوم ملحوظ وملموس، الدوحة كذلك لمحمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله بن قرح، من يتواجد مع الدوحة. نعم، هنا من تتسلل هنا مشاهدينا ومتابعين الكرام الدوحة وتحتل المركز الثاني، المركز الرابع، وصلت على المركز الرابع مصيحة راشد بن علي بن سعيد بن شفيع الفهيدة. وعلى المركز الخامس التقدم في هذه اللحظات من قبل جبارة سالم بن حزام بن محمد بن راشد المري، من يتواجد مع جبارة على المركز الخامس. ولكن نعود مع مقدمة هذا الشوط، نعود إلى الصدارة، إلى قيادة هذا الانطلاق. المقدمة هنا مع وحيشة، وحيشة مع المركز الأول، وحيشة أحست بالخطورة واحتلت المركز الأول وقادرت الجموع. ولكن هنا قدوم تم عبد الرحمن بن سلمان بن صالح بن حمد المغيري، من غير في هذه اللحظات، غير مع تم في هذه اللحظة، وغيرت تم مجريات هذا الشوط واحتلت الصدارة والمقدمة. يا سلام، الله على تم، يا سلامي على تم وعلى انطلاقة تم. تم تحركت مشاهدينا ومتابعينا الكرام واحتلت الصدارة والمقدمة. هذه تم مع صدارة هذا الشوط، مع الانطلاق الأول، مع المركز الأول. يا سلام،
سلام يا سلام يا على تم وعلى انطلاق التم، يا سلام يا سلام. هذه تم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تحتل الصدارة، ولكن هنا القدوم، القدوم والوصول في هذه اللحظات من قبل الشاهينية محمد بن مسفر بن مصلح آل فطيح اليامي. يا سلام الله، تم 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 مع المركز الأول. الشاهينية قادمة، الشاهينية وتم، تم الشاهينية، الشاهينية تغير من الجانب الأيمن. الله، سلامنا وتحياتنا من ميدان الشحانية إلى ميدان نجران مباشرة. تهانينا والناموس على فوز الشاهينية لمحمد بن مسفر بن مصلح آل فطيح اليامي. المركز الثاني وصلت فيه، وصلت على المركز الثاني تم لعبد الرحمن بن سلمان مصالح بن حمد المغيري. يوم المركز الثالث فوصلت على المركز الثالث المتحدة لمحمد بن جابر بن جار الله آل نابت المري. والمركز الرابع وصلت فيه نجدة لخليفة بن خليفة بن عبد الله بن عبد الله العطية. المركز الخامس وصلت في المركز الخامس الوجبة لعلي بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. نتابع وإياكم التوقيت الزمني، لحظة وصول الشاهينية إلى خط النهاية 6 دقائق 22 ثانية 98 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن مسفر بن صالح آل فطيح اليامي. والنقطة الثانية في هذا اليوم، المركز الثاني وصلت فيه مشاهدينا الكرام تم 6 دقائق 23 ثانية 72 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الرحمن بن سلمان بن صالح بن حمد المغيري. أما المركز الثالث ووصلت على المركز الثالث المتحدة قطعت المسافة في زمن وغدر 6 دقائق. ست دقائق 30 ثانية 14 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك المتحدة محمد بن جابر بن جار الله النابت المري.